تطبيقات الاستشراف، أين يمكن أن نطبق هذا الاستشراف؟ البعض يعني سألني هل يمكن تطبيق الاستشراف في مجال البحوث العلمية؟ طبعا البحوث العلمية هي أساسا لما بنقول توصيات ومقترحات هي لها علاقة في المستقبل، لما بنقول ما هي التحديات المستقبلية أو التي سوف تكون موجودة فهي أيضا لها علاقة بالبحث العلمي. أيضا اختيار إشكالية البحث أو موضوع البحث يجب أن يكون استشرافي، أي مطلوب في المستقبل. وهنا يعني أي مشرف أو أي جامعة عندما يتقدم إليها أي باحث في موضوع بحثي، سواء موضوع الماجستير أو الدكتوراه، وبنفس الوقت أي مجلة بحثية عندما تقدم لها أي بحث للنشر، فكان دائما السؤال الأساسي ما هو أهمية هذا البحث في المستقبل أو في الحاضر على الأقل؟ إذا أنا قدمت بحث ليس له أي أهمية الآن أو في المستقبل، وأهميته أو مجال عمله كله التغى وكان من الماضي ولا يوجد له أي ارتكاز، فنلاحظ أن الجامعات أو المجلات سوف تقوم برفض هذه البحث. وكان من المواضيع اللي اشتغلنا عليها في الماضي وكان هو موضوع أطروحتي الدكتوراه هو الربط بين الابتكار والاستشراف. وكانت الإشكالية بصراحة أنه هناك مشاريع ابتكارية أو مبادرات ابتكارية أو اختراعات حتى يقوم العامل عليها أو المخترع أو الباحث، لكن لا يستشرف المستقبل. بعد انتهائه من هذا الاختراع وطرحه إذا كان منتج بالفعل في الأسواق، يرى أنه الناس ما بحاجته ويكون قد استهلك وقت وجهد مال طويل. طيب لماذا لا نبدأ بالعكس، نستشرف المستقبل نرى أو نستقرئ المستقبل وما هي أهميته، وإذا كان مجدي نقوم بذلك. لذلك سوف نرى أن الاستشراف هو عبارة عن منهجية يجب أن تكون قائمة على الناحية العملية والفعل، وليس فقط بحث نظري لأجل إنتاج أبحاث نظرية فقط. إذا لم يقترن البحث بتطبيق عملي وإضافة قيمة للمجتمع الذي فيه أو المجتمعات الأخرى، لا يعتبر هذا البحث منتجا أو فاعلا. أيضا في مجال رسم السياسات والاستراتيجيات، وتعمل الدول كلها على إنشاء مراكز للتنبؤ أو للاستشراف، وهناك دول كثيرة شواهد على ذلك. أنا أذكر طبعا على رأس القائمة لدي من خلال اطلاعي القريب هي سلطنة عمان، عندما وضعت رؤية عمان 2040 قامت على مشاغل ضخمة، أكثر من 3000 شخص شارك فيها لمدة تقريبا أكثر من عام، مشاغل مختصة باستشراف المستقبل، شاركت فيها كل شرائح المجتمع وأخذت كل آرائهم وأعادت فلترتها، ومن ثم بالفعل كانت مدخل لوضع رؤية عمان 2040، ومن ثم يتم الاعتماد عليها الآن في بناء الخطة الخمسية العاشرة. فإذا هي تساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات ووضع الأولويات ومعرفة الممكنات، وهذا يسهل الطريق على الجميع. أيضا في المجال الاقتصادي والتنافسي، أنت إذا بدك تنافس كمؤسسة أو كشركة أو كمعمل أو كجامعة، فلازم يكون عندك استشراف للمستقبل لحتى تزيد من رقعة التنافسية ويكون عندك السبق، وإن الاستشراف هو عملية السبق. أيضا في مجال الاستثمار وزيادة العائد، ما كثير رح يعني اضطر احكي كثير، خلينا نروح اكثر هلا بعد على موضوع المنهجيات. ايضا في مجال دعم التغيير والتحول سواء الفردي او المؤسسي، مؤسسه بدها تنتقل من منهجيه التعامل الورقي للالكتروني فهي لازم تستشرف هذا الموضوع، من ننتقل مثلا بسياستنا في الموارد البشريه كمان لازم يكون عندي استشراف وتوقع للمستقبل، هي السياسه او هذه الاستراتيجيه او هذا التغيير هل هو مناسب او غير مناسب. يعني في كثير تغييرات وهي قرارات في البدايه، اي تغيير كانت بصراحة عبء على المؤسسات وأدت إلى تراجع وليس تقدم، لذلك لازم نعتمد على الاستشراف. ومن هون بيبين أهمية الاستشراف من خلال هذه التطبيقات التي يمكن أن ندخل فيها الاستشراف وبقوة، وتحقق بالفعل عائد كبير جدا. يعني نحن نتكلم عن دول تسقط ودول ترتفع، عن مؤسسات تفلس ومؤسسات تزيد أرباحها بشكل